مش صحيح ان الجماعات الجهادية هي اللي بتحط خريطة الشرق الاوسط، لا هي بترسم خريطة العنف ممكن يكون مقبول، بترسم خريطة الاعمال المسلحة اوكي، بتخش على الدول تحاول تهدم كيانات دول قائمة، الكلام ده اتكرر في اكتر من نقطة، لكن هي لا تتحكم في رسم الخرائط داخل الوطن العربي. المواجهات الفكرية بالطبع مطلوبة، ومطلوبة بشدة، ومطلوبة جنبا إلى جنب مع أي تحركات سياسية أو أمنية، لكن يبقى الوضع مع هذه الجماعات يحتاج إلى التدخل الأمني والتدخل العسكري بقوة، نظرا للتطور الكبير اللي حدث عند هذه الجماعات من ناحية الأعداد والتسليح والتدريب، حتى وصلت في بعض هذه الجماعات أن تستخدم أسلحة ثقيلة تقترب من أسلحة الجيوش إن لم تكن أسلحة جيوش بالشكل المباشر. هذا الأمر يجعل الحل الأمني هو الحل رقم واحد، الحل العسكري هو الحل رقم واحد بداية، لكنه لابد أن يواكبه مجموعة أخرى، وأعتقد أن المواجهة الفكرية أحد هذه العناصر، هناك مواجهة مجتمعية وسياسية وإعلامية وفروع كثيرة تدخل على حل المشكلة حتى تساعد الحل الأمني والعسكري في القضاء أو الوصول إلى هذه الجماعات ومنع ما ترتكبه من أعمال إرهابية. هذه الجماعات أنا شخصيا أطلقت عليها أنهم العاملين في صناعة الإرهاب، هذه النشاطات لا علاقة لها لا بالدين ولا علاقة لها بالخلافات السياسية، ولا هي ممكن أن تكون تتخذ مثل هذه الشعارات ستارا لها، لكن في حقيقتها وفي جوهرها هي عملية صناعية، صناعة الإرهاب. صناعة الإرهاب مثلها مثل أي صناعة أخرى تتطور وتزداد حدة وتزداد شراسة وتزداد تكفيرا وتجهيلا للآخر وللمواطنين الموجودين في الأماكن التي تتواجد فيها هذه العمليات. كل تنظيم يحاول أن يقدم نفسه بأنه الأكثر والأعلى تقنيا وبكل ما تشملها كلمة التقنية، وأنا أرجع الموضوع إلى أنه صناعة، إن هو يقدم نفسه أنه المنتج الأحدث فلا يريد أن يعود إلى الوراء. إن كانت القاعدة كانت تقف على الدرجة 5، تنظيم داعش يريد أن يقدم نفسه بأنه يقف عند الدرجة 10، والذي سيخرج من بعد داعش سيكون أكثر دموية وأكثر عنفا من داعش، وهكذا.